طيب مدام ليلى، هنا انت شايفه انه هدف المسلسل هو تبرئه قاتل ابنتك محمود العساوي بعد ان ادين وتم اعدامه، وكان في بقى شائعات كثيره ومتعدده ايضا تحاول ان شايفه انه هدف المسلسل هو تبرئه محمود القاتل؟ شايفه ان هدف المسلسل صنع ابطال على حساب الغير، هو ده اللي انا شايفاه. مش ممكن اتنين قضاة يحكموا على مجرم قاتل بالاعدام واجي ابرئه من خلال الـ 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 من خلال حته مسلسل. طيب حاجه، انا يعني حاليا في حاله نفسيه صعبه لاقصى درجه. أنا آسف إني بستعيد معاك المواجع، بس خلينا نسمع محمد رمضان وأنا يا مدام ليلى. يعني أنت مدنية، ما يصحش الكلام ده. بقاء لله مدام ليلى. خليني، أنا مش عايز أستعيد معاك المواجع، أنا بس خلينا يعني ندوس على ألمنا ونشوف محمد في النهاية بيؤدي دورا، بيمثل. أستاذ وائل، هندوس عليها إزاي؟ ما هو اللي مجرب غير. طبعا اللي مجرب غير اللي قاعد جنبك. يعني أنا أتمنى دلوقتي لكل واحد عمل أي حاجة أو بيشمت أو 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 بيقول أي كلام وهو مش فاهم يحصل له اللي حصل لي. بتمنى يحصل له اللي حصل لي عشان يدوق ويحس بيا. والحقيقة اللي يشمت ليس إنسانا، والذي لا يحترم مشاعرك لا يمكن أن يكون إنسانا. يعني محمد، خلي يعني هنا في كل الأحوال أنت بتقول أنا لقيت في تشابه. خلي بالك اللي منتشر جدا، حتى في صفحه نشوفها يا جماعه على النت، انه بعد المسلسل طب هنعمل ايه في اللي تم اعدامه؟ يعني تم التعامل مع محمود العساوي الذي ادين واعدم بتهمه قتل هبه ونادين، اهو الصفحه موجوده على الشاشه. هنا بدا الناس يتعامل معاه انه البريء، ومين بقى يعيد اليه حياته بعد ان تم اعدامه؟ الناس تعاملت مع المسلسل انه قام بتبرئه محمود العساوي. هي ام طبعا. والام طبعا اللي هيعوضها، اللي هيشفي جزءا من الغليل، ما فيش حاجه هتعوضها عن بنتها طبعا. الذي يشفي جزءا من الغليل هو القصاص. حصل القصاص، فانت بتيجي تبوظ هذا القصاص وتطلع القاتل. لا انا هقول لحضرتك، على اعتبار ان المسلسل هو الحادثه. المسلسل مش هو الحادثه، التفاصيل بتاعه المسلسل مش هو الحادثه. يعني احنا ليه بنخلط الاشياء ببعضها؟ يعني واحد يعني خد من الحادثة موضوع يكتب من خلاله رواية اخرى سماها ابن حلال وسماها حبيش. يعني الموضوع ملوش علاقة بالحادثة الحقيقية. ده لو احنا نلعب الصغمها يا استاذ عبد، بيبقى واضح انه المسلسل في سياق الناس تتعامل معاها هكذا. طب انا اقول لحضرتك حاجة، الناس تتعامل معه هكذا. اقسم بالله العظيم الناس قعدت تشبه الشخصية اللي انا عملتها، مرة يقولوا فلان الفلاني ومرة يقولوا فلان الفلاني، وأنا في الحقيقة مش في دماغي خالص كل الأسماء اللي الناس بتكلم عليها. يعني مرة يقولوا ده فلان وينزلوا طيب على النت صورة ليا وصورة لفلان بدون ذكر أسماء. يعني فالمسألة يعني الناس بتتخيل، الناس بتفرد خيالها وتروح في أماكن أخرى وتجيب حكايات حقيقية من الواقع. مدام ليلى معنا. انا عايز محمد، يعني هي ربما تكون حاسه انه ده عمليه اغتيال ثانيه لابنتها التي ماتت، انها تشوف مسلسل بيطلع بنتها، بيطلع قاتل بنتها بريء. طيب. وتطلع صفحات على النت، يعني ماذا نفعل لهذا البريء الذي يعني اعدم؟ انا هرجع بس القصه تاني. الجمهور يعني احنا بنعمل العمل رقم واحد، اقسم بالله انا ولا اعرف ان يعني التشابهات اللي انا بقول لحضرتك اكتشفتها دي بعد نزول المسلسل، بعد اللي انا شفته على الفيسبوك وعلى النت وعلى البروفايل عندي وفي كل حته. اي حد بيسالني بقول لهم يا جماعه القصه ملهاش اي علاقه، انا عمري ما هتاجر بمهبني نجاحي على يعني على الم حد. يعني الله يصبرها، انا اب برضو البنت والابن، انا حاسس الاحساس اللي عندها، وربنا يصبرها وربنا يسكنها في سيح جناته ويحسبها شهيده عند ربنا. هبه. ولكن هو الجمهور بيشوف الحاجه زي ما هو عايز بيقول. تمام، انت حضرتك شفت عبده موته مثلا،
كان بيتعدم في اخر الفيلم، ولكن اللي الجمهور عمله واتهمت بان انا بنشر البلطجه، مع ان البطل اتعدم والقانون خد مجراه وندم على كل حاجه. النتيجه الناس تتابع ابن حلال وكانها تتابع قصه هبه، ده يرجع دي. ده يرجع للناس. وعندي هنا هو الاستاذ احمد فؤاد سليم جاي بدل رئيس حكومه، جاي وزير في وزير، ابنه تورط في القتل وهو يقوم بتبرئته حتى لو على حساب تلفيق القضية، وده يتطابق مع الشائعة التي انتشرت. هل الشائعة اللي انتشرت يا مدام ليلى تعاملت معها ازاي، انه ابن الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة هو الذي قتل ابنتك، وانه محمود العساوي بريء دفع ثمنا لذلك؟ يا استاذ وائل، انا حد عاقل وحد بيتابع الموضوع بدقة جدا. أنا طبعا الموضوع تعبني جدا وتعب لي أعصابي جدا، وحاولت أن أنا أتابع الموضوع. عارف يا أستاذ وائل، أنا لو ابن مين كان متورط في القضية أنا كنت رحت كلته. أنا ما يهمنيش، لأن راح مني حتة مني، راح مني حتة مني، مش 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 حد عادي، ما يهمنيش، لكن راح مني حتة مني، ما يهمنيش مين. لكن أنا تابعت القضية من اولها وقريت كل الديتيلز اللي موجوده في القضيه، وتابعت وحضرت كل الجلسات، وشفت على ان الولد ده هو اللي قاتل، وفي دلائل كتيره جدا. خلاص اوكي، يعني ما نبرقوش بقى في المسلسل. هي كل مشكله الاستاذه ليلى ان احنا في المسلسل بيتم تبرئته، ده على اعتبار ان هو ده الولد اللي هو فعلا حبيشه، هو محمود العساوي. ما كان يبقى اسمه محمود، ما هو انا لا يعني ما انت ما بتعملش فيلم تسجيلي. أيوة يا محمد، انا فاهم، بس انا اقسم حبيشه ده واحد صعيدي عداء، يعني احنا حتى سردي يعني اللي انا عرفته ان محمود كان شخصيه من شعبيه. ده شخصيه تانية خالص، واحد مغترب بيصرف على امه واخته في موضوع اخر خالص. خلينا نسال